للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، بعد التحية، قراءتك لرد مصر على ما يثار بشأن المنطقة العازلة وتأكيد مصر على موقفها الثابت والرافض لتهجير الفلسطينيين. مصر منذ اللحظة الأولى موقفها ثابت وراسخ وقوي، لم يتغير قيد الملة. مصر تحفظ أمنها القومي وتضع ثوابت أجل الحفاظ على أمنها القومي، وفي الوقت نفسه تضع ثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية على مر التاريخ. منذ اللحظة الأولى للسابع من أكتوبر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي علانية أمام العالم بشرف وبنزاهة ووضوح كامل أنه التهجير القصري خط أحمر، وأنه لا مجال لتفريط القضية الفلسطينية حفاظا على مفهوم الوجود للدولة الفلسطينية وليس الحدود فقط. ولكن هنا يعني كان الموقف المصري ينحاز بشكل كامل لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي هنا لابد من التأكيد، وتابعنا ما صدر عن الهيئة العامة للاستعلامات وما قاله الدكتور ضياء في بيان مهم بالأمس بشكل قاطع قطعت فيه الدولة المصرية ما يتردد من أكاذيب ومن خداع. وأكد البيان على أنه مصر لديها إجراءاتها التي تحافظ بها على أمنها القومي، وهذا أمر يعني لا لبس فيه. لكن فيما يتعلق بالتهجير وتفريط القضية، الموقف المصري ثابت لا يحتمل بالتأكيد يعني الموقف المصري حكومة وشعبا لا أحد يزايد عليه. ولكن أستاذ جمال الكشكي، يعني بعد 135 يوما من ضرب متواصل لأشقاء الفلسطينيين، ألا ترى أن هناك أوراقا من الممكن الضغط بها على الجانب الإسرائيلي من قبل على الأقل بعض الدول العربية التي لها تأثير على إسرائيل؟ مصر في مقدمة هذه الدول، مصر تلعب الدور يعني لم تتأخر لحظة واحدة في التفاوض مع كل الأطراف التي من شأنها التأثير على الجانب الإسرائيلي، والتي من شأنها أيضا وضع حلول تبدأ من التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار والتفاوض وإجراءات ما بعد الحرب ووصولا إلى حل الدولتين. لأنه في النهاية مصر تدرك جيدا وقالت هذا الى كل الاطراف، انه لن يتحقق استقرار لاسرائيل من دون استقرار فلسطين، ولن يكون هناك استقرار في المنطقه والاقليم من دون تحقيق الاستقرار والامن للشعب الفلسطيني. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الاهرام العربي.